نمرة 85 بقى بتقول ايه؟ بنحل الرزمي البيس ميكر مفيش بيهات اهي خالص، مفيش بيهات، يمكن بس هنا في فايبرلاتر ويفز وهنا في فايبرلاتر ويفز، يبقى ده ايه؟ ده البيس ميكر. الريجولاريتي الريجولار، الريجولار اهو، يبقى ده اللي قدامنا ده اترال فايبرليشن. طيب هنفترض ان دول 30 مربع، عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 10 ب90، يبقى ده اترال فايبرليشن وين نورمال فينتريكولار ريسبونس. 90 ده نورمال. طب اللي تحتها طلع البسميك ساينس 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 كله ساينس. طب ريجولاريتي؟ لا، الرجل الرجل شوف هنا بيتسارع، هنا بيتباطأ، يبقى دي ساينس الريزميا. ولما تيجي تعد الريت طبعا طالما الريجلر، عد 1 2 3 4 5 6 7 8 في 10 ب80، يبقى دي ساينس الريزميا اوف نورمال ريت. اه ده 12 ليد اي سي جي بقى، ده اي سي جي كبير. هنمشي على السكيما بقى المره دي، نكبرها شويه، تعال نمشي بقى كده. خلي بالنا هنا بقى الاي سي جي هنا مترتب ترتيبه مختلفه عن المعتاده. يعني بص الليدز ايه؟ ليد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6. يبقى اذا 2 و3 واي في اف دول الانفيريور ليدز اهم، 1 واي في ال دول الهاي لاترال ليدز اهم، في 1 و2 6 3 و4 ستريكت انتيريور، 5 و6 لو لاترا. يبقى الترتيب هنا مختلف تماما وما عنديش لونج ستريب. طب هنا عنده هو سؤال بيقول ايه؟ وات تايب اوف فينتريكولر فينتريكولر كوندكشن ديستربنس از بريزنت هير. يعني هو هنا مش طالب اي في بلوك، ده هو هنا طالب باندل برانش بلوك. بيتبص على فين؟ في في 1 و2 وفي 5 و6. يلا يا سيدي، ادي ار اس ار داش مع سليرد او وايد ار داش، تعالى في 5 و6، ادي سليرد اس، ادي سليرد اس اهي، والكومبلكس وايد، يبقى ده رايت باندل برانش بلوك، وادي السكند تيوب انفرشن اهي رايت باندل برانش بلوك. ادي اجابه سؤال. تمام. طيب هات اللي بعدها، شوف بيقول لك ايه، نكبرها شويه. بيقول لك ايدنتيفاي ذا ريزم ان ايتش كيس من نمره 84 ل 111. ده احنا هنقعد بقى نطلع الاريزميا من 84 ل 111. شوف بقى دي، اولا ده كومبلكس اهو ونارو، قبل منه بي، قبل البي في سبايك، يبقى دي اتريال بيس ميكر. لو في كان في سبايك هنا تاني كنا سميناها دول تشامبر بيس ميكر، واكيد دي ساعتها كانت تبقى وايد كومبلكس، واخده شكل الليفت باندل او الانترا فنتريكولار كوندكشن ديلي. يبقى هو مركب الالكترود في الاتريوم اهو، سبايك قبل البي وبعدين الكومبلكس. اذا اللي قدامنا ده يا جماعه
ايه تريال بيس ميكر؟ اهو سبايك وادي البي وادي الكومبلكس، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه اتريال بيس ميكر. ايه دي؟ مش علينا دي يا دكتور، معلش ادينا كده اتعلمناها. شوف اللي بعدها، دي احنا حليناها قبل كده. دي قلنا اتريال فايبريليشن ويز نورمال فنتريكولار ريسبونس، ودي قلنا عليها ساينس اريزميا ويز نورمال ريت. تمام، الله، جميله. ساينس، تعال نكبرها شويه، تعال بص على الفوقانيه. ساينس، ساينس بريماتور فنتريكولار، ودي بريماتور فنتريكولار، لما اتنين يجوا ورا بعض كده تسمى فنتريكولار كابلت. بس خلي بالك دي شكلها غير دي، فتقوم عليها تقول ايه؟ باي فوكال فنتريكولار كابلت. هنا الكومبلكس مقلوب والتي عكس الاتجاه، هنا الكومبلكس معدول والتي عكس الايه؟ الاتجاه. ورجعنا ساينس مره ثانيه. طب تعالى هنا نحاول نصغرها شويه. ساينس كله ساينس، كله لحد الاخر ساينس. طيب ريجولاريتي ريجولار، ما هو ساينس يعني ايه؟ نورمال ساينس، ساينس تاكي، ساينس برادي، ساينس ارزمي، ساينس بوز، دي ريجولار. يبقى نورمال ساينس، ساينس تاكي، ساينس برادي، ونستبعد الساينس ارزمي والساينس بوز. طب الريت اخباره ايه؟ تعال نعد. مربع 2.5 يعني من 2 ل 3، يبقى الريت من 100 ل 150، يبقى ساينس تاكي كارديا. لو تاخد بالك بقى هنا من كتر السرعه البي راكبه على التي، البي راكبه على التي اهي، مفيش تي بي سيجمنت. يلا دي ايه يا سيدي؟ هي دي بقى مش محتاجه، ده يبقى عيب يعني. الفوقانيه دي ايه؟ دي في اف، مفيش كومبلكسات خالص، وفايبريلاتري ويفز طبعا خطره دي، ده تعمل له سي بي ار على طول وامبو باج لحد ما تجهز الدي سي شوك، تقوم لاسعه على طول، تدي له ممكن صمبه في الاول، بوكس كده في صدره، بوكس واحد كومبلكس بص تحت وتي عكس الاتجاه وريجولار وسريعه، الار ار اقل من مربعين يعني الهارت ريت اكتر من 150، يبقى فنتريكولار تاكي كارديا. تعال نشوف دي. اولا هنا دي في كورس فايبريلاتري ويفز اهي، والريجولار يبقى ده اي اف، دي كلاسيكال اي اف. لو دول 30 مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 في 10 ب 80، يبقى اي اف ويز نورمال فنتريكولار ريسبونس. طب تعالى على دي، دي ساينس، كله ساينس، بص عليهم كلهم كده تلاقيهم كلهم ساينس، ريجولاريتي ريجولار. طب تعالى نعد الريت، مربع 2 3.5 ما بين 3 و5 يبقى نورمال ساينس ريزم. لكن هل البي ار دي طبيعيه؟ طويله، مربع 2، تعالى نعد البي ار، مربع 2 3 4 5 6 7 اكتر من 5 مربعات، وكل البيهات كوندكت كلهم قد بعض البي ارز، يبقى فيرست ديجري في بلوك. شفت بقى ما كنتش هتاخد بالك منها انت دي، انما لو بتحل كتير هتلفت نظرك. البي ار الطبيعيه اقصر من كده طبعا، كل دي بي ار 93، الله على الجمال. طيب ساينس، ساينس دي بريماتور اتري، عرفت ازاي؟ جايه بدري عن ميعادها وبعدها بوز. هتقول طب يا دكتور عشان تقول عليها اتري لازم يسبقها بي، انا شايف انها جانكشن،
لا ادخل. ليه؟ البي هنا من كتر ما هي جايه بدري راكبه على التي اللي قبلها. طب ايه دليلك؟ بص التي دي وبص التي دي، ايه الفرق بينهم؟ دي مركوبه دي مش مركوبه، يبقى دي عليها بي. طالما عليها بي تبقى دي اتريال مش جنكشن. وبعدين رجعت ساينس، ساينس الكرار الثاني اتريال اهي، التي المركوبه اهي مختلفه عن التي اللي مش مركوبه. ساينس ساينس بريماتور اتريال، الله دي اتريال ترايجيميني، اتريال ترايجيميني. كنت هتحلها اتريال فايبريليشن يا مسكين. تعالى 94 ساينس 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 فينتريك كومبلكس وايد تي عكس الاتجاه، مفيش قبلها اتريال بي والاكسس مختلف ومتكرره هنا اهي نفس الشكل ولا لا؟ تبقى مونوفوكال. طب ساينس 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 فينتريك ساينس ساينس ساينس، متوقع هنا تيجي فينتريكلر تبقى كوادري جيميني، فينتريكولار كوادري جيميني. تعالى مفتاحك البيس ميكر ساينس 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 كله ساينس. طب الريت 1 2 3 4 5 وحتة هنا وحتة هنا يعني 6، اكتر من 5 الار ار يبقى ساينس برادي. يمكن واحد يلاحظ ان الار ار دي اطول شوية من الباقيين. ما ممكن يكون معها ساينس اريزميا شوية، لكن هي ساينس على اي حال. دكتور لو سمحت ليه التي مقلوبة وانا مالي؟ هل التي ليها علاقة بالاريزميا؟ لاش علاقة، خاصة انها اسيمتريكال انفيرشن يعني ما تمشيش اسكيميا، وخاصة ان هي ما شفتهاش في الليد 3 و اي في اف. انا لازم عشان اشخص اسكيميا تتوجد ان اتليست تو سكسسيف ليدز ان ذا سيم هول. تعالى هنا بص بقى يا سيدي، عايزين نحسب بقى الكومبلكس ده. البيس ميكر هنا ايه؟ مربع 2 مربعين بالظبط. تخيل ده مش وايد مش وايد. طب ليه الكومبلكس مقلوب؟ لانك في اي في ار كل حاجه مقلوبه. طيب يبقى الكومبلكس ده مش وايد، يبقى البيس ميكر هنا ايه؟ مفيش بيهات خالص اهو، مفيش بيهات خالص، يبقى جانكشن. جانكشن سريعه تبقى سوبرا، بطيئه تبقى سكيب نورمال اكسلريتد. دي ايه بقى يا سيدي؟ مربع 2 ما كملناش 3، يبقى دي سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. تخيل من اول وهله ما تبانش كده، سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا ده اقرب تشخيص. طب انا عندي حل تاني، تعال نكبرها كده. لما نكبرها نلاقي حاجه مختلفه عن اللي قلناه. هي فين الجي بوينت؟ الجي بوينت اهي. طيب نعد، مربع 2.5 طب مش وايد، وانا هطلعها وايد بالعافيه مش وايد. دي نارو اهي، هات دي، فين الجي بوينت؟ اهي يا سيدي، مربع 2 مفيش، يبقى دي مش وايد. انا مش حلوي الحقائق يعني. طب هات اللي بعدها. الله دي مزيكا بقى، دي سلطه، دي ساينس ساينس. بس لو بصيت من هنا لهنا تلاقي المربعين وحته يعني دي او مربعين بالظبط. الهارت ريت 100 وايه و50، لان 300 على 2 ب 150، يبقى دول ساينس تاكيكارديا. تعالى هنا بقى، دي فينتريك ودي فينتريك ودي فينتريكلر، ثلاثة كونسيكيوتيف فينتريكلر ورا بعض تتسمى نون سستيند فيتاك، نون سستيند فيتاك. كويس؟ طب وايه دي؟ خلي بالك بقى، دي انترميديت ويتس ما بين الوايد بتاعت الفنتريكولر ما بين النارو بتاعت الساينس وقبلها بي، مما يعني ان نصها جاي من فوق ونصها جاي من تحت، يسموها فيوجن بيت، ودي من علامات الايفي ديستوشيشن اللي تاكد لي ان دي فيتاك فعلا نون سستيند فيتاك. وبعدين لما رجعنا جانكشن، مفيش بي قبلها خلاص، وادي واحده كمان جانكشن، سواء بقى دي ريترو جريد بي او مفيش بي، وبعدين واحده فينتريكولر. شفت الدلع؟
وبعدين ساينس 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 رجعنا ساينس تاكيكارديا تاني ساينس تاكيكارديا. ده بيقلب ده راجل اسكيميك والفنتركل بتاعه مولع فصاي في كل حته جانكشنال وفنتريكولار وساينس تاكيكارديا. طبعا ده احسن حاجه تديله برود سبيكترم انتي اريزميك زي الاميودارون اللي هو الكوردارون اللي هو لو لودنج دوز ومينترنس دوز بعد كده زي الديجيتالز بالظبط. وان اخطر حاجه فيه انه بيعمل ثايرويد ابنورماليتي بيعمل ميكسيديما بيعمل انترستيشال لانج فايبروزس وبيعمل كورنيال اوباستيز. بس والله مظلوم لان الدواء ده لايف سيفنج وفوائده اكتر بكتير جدا من مضره. برود سبيكترم يعني لما تكون مش عارف الاريزميا اللي قدامك دي ايه قوم اديله كوردارون اميدارون هينفع اي نوع بس خلي بالك من السايد افكت بتاعته ان هو نفسه كمان اريزموجينيك. خلي بالك حاجه على دي ساينس 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 ايه ده دي نورمال ساينس ريزم. انما فجاه جينا اتريال. ليه قلنا اتريال؟ اولا جاي بدري على الميعاد وقبل منها بي ونارو واخد نفس الشكل يعني نفس الاكسس. انا بس عايز اعرف البوز فول كومبنساتري ولا لزان كومبنساتري. تعال نعد مين اللي قبلها واللي بعدها. مربع 2 3 4 5 6 7 و3 مللي. طب تعال نعد هنا في 2 مللي هنا. خلي بالك مربع 2 3 4 5 6 7 وهنا في 4 مللي وهنا في 2 مللي يعني 7 و6 مللي. يعني هي فعلا البوز ده ليس ذان كومبنساتوري ديو تو بريماتيور ريسيتنج للاس اي نود. فاذا دي بريماتيور اتريال بيت رسمي. هادي دي بقى العجب العجاب. بص هنا الفوقانيه دي ساينس ماشي ودي ساينس زيها بالظبط ماشي خلاص. طيب دي فينتريكولر ودي فينتريكولر ودي فينتريكولر ودي فينتريكولر لان الكومبلكس وايد ودي عكس الاتجاه مظبوط. منتظمه منتظمه. طب الريت مربع 2 3 ونص نورمال ريت يعني ما احنا قلنا الفنتريكولر سريعه تبقى في تاك بطيئه تبقى سكيب نورمال اكسلريت. دي اكسلريتد ايديو فنتريكولر ريزم اللي هي الريبر فيوجن الريزميا الشهيره اللي لما تشوفها تفرح وتخاف. تفرح لان حصل ريبر فيوجن للانفاركشن لو انت معلق له ستريبتوكاينيز يعني وتخاف لتقلب في تاك او في اف. لكن خلي بالك احنا في تو بيتس هنا دي ودي فوتناهم ودي ودي فوتناهم. ايه دول بقى؟ دول انترميديت ويتس ما بين الفنتريكولر وما بين الساينس وفي قبل منها بي مما يعني انها لا فنتريكولر صرف ولا ساينس صرف. ديفيوجن بيت علامه من علامات الافي ديسوشيشن زيها زي دي. طب ودي زيها برضه فيوجن بيت بس هنا مشاركه الساينس اكتر من مشاركه الفنتك. عشان كده الرابت كوندكشن ظاهر فيها اكتر ان هي نارو. هنا مشاركه الفنتركل فيها اكتر من مشاركه الساينس بدليل انها واسعه. يعني السلو كوندكشن هنا دوميننت على النارو كوندكشن. فكان انت ماشي ساينس وبعدين ساينس وحته فنتريكولر هنا ساينس وحته كبيره فنتريكولر وبعدين فنتريكولر 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 ساينس وحته كبيره فنتريكولر هنا حته كبيره ساينس وحته صغيره فنتريكولر ودي ساينس كامله. ساينس فيوجن الساينس اكتر فيوجن الفنتريكولر اكتر فنتريكولر 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 فيوجن الفنتريكولر كومبوننت اكتر فيوجن الساينس كومبوننت اكتر ساينس. يبقى كانها نون سستيند اكسلريتد ايدي فنتريكولر ريزم. طب الاتاك تتحسب من اول فين بقى؟ تتحسب من اول الفيوجن بيت. طالما في فيوجن بيت يبقى في جزء من الكومبلكس فنتريكولر اكتيفيشن مش بيور ساينس زي دي. تعالى بقى على نمره 100
عيب عليك. دي هنا يا جماعه البيس ميكر مفيش بيهات خالص، مفيش بيهات خالص. وريجولار تبقى ايه؟ تبقى جنكشن. طب سريعه تبقى سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. لو عايز تسميها باروكسيزمال ايفينودال ري انترانت تاكيكارديا سميها باروكسيزمال ايفينودال ري انترانت تاكيكارديا. مش عايز تسميها باروكسيزمال ايفينودال ري انترانت تاكيكارديا ما تسميهاش باروكسيزمال ايفينودال ري انترانت تاكيكارديا، سميها سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا امن. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ اصل واحد هيجي يقول لي يا دكتور دي بي ويف، هقول له يا ابني دي تي ويف، هيقول لي لا دي البي ويف، هقول له لا التي، امال فين التي؟ يقول لي ما اعرفش بس دي البي ويف. اقول له طيب لو دي البي ويف اتريال ولا ساينس؟ هيقول لي اتريال. هقول له ليه؟ هيقول لي ان الريت فوق ال 150، الساينس يبقى اقل من 150. هقول لك طيب يبقى اتريال تاكيكارديا؟ هيقول لي اه. طب اتريال تاكيكارديا دي ليها اسم تاني؟ اه سوبرا. خلاص يا عم يبقى تقول سوبرا امن، عشان لو طلعت دي بي يبقى كلمه سوبرا صح، ولو طلعت دي تي وابسنت بي يعني ايفينودال تطلع سوبرا صح برضو، يبقى امن حاجه تقول سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا، خاصه ان علاج الاتريال والجنكشن الواحد اللي هو تجرب الادينوزين في الاول 6 مللي جرام، وبعدين تجرب الفيرابامين الايزوبتين، وبعدين بقى تقعد تحاول تعمل له كاروتة مساج وتقعد تفعص له في عينيه علشان تزود الفيجل تون، ما ردش اديله دي سي ومشيه بقى على ايزوبريل على بتاع ده على ايزوبتين على طول. طيب هات اللي بعده. اه دي متكبره جاهزه. ده مونيتور ليد، دي ساينس اهي البي قبلها فينتريكل بوز ساينس فينتريكل بوز ساينس فينتريكولار بوز، يبقى دي فينتريكولار باي جيميني. طب ايه دي؟ دي كورس اي اف، كورس اي اف 1 2 3 4 5 6 7، يبقى الهارت ريت 70. اي اف ويز نورمال فينتريكولار ريسبونس. بص دي في واحد، شوف الكومبلكس عامل ازاي، ار اس ار داش في في واحد يبقى معاها رايت باندر. اه يا دكتور بس الكومبلكس ده مش وايت، ما هو انكمبليت رايت باندر، هل ما يمنع ان يكون عندي incomplete right bundle؟ incomplete. الله على الجمال. ايه ده بقى؟ ايه دي؟ اولا البيس ميكر فينتريكل كومبلكس وايت وتي عكس اتجاه. طيب ريجولارتي ريجولار، الريت برادي من غير ما نعد، يبقى ده اسكيب ايديو فينتريكولار ريزم. السؤال بقى البيز لاين عامل كده ليه؟ ليه مش ستريت؟ قد يكون اي اف وتطلع ان دي اي اف ويز كومبليت هارت بلوك. ما هو الاسجاد دي ليها حلين، يا اما اي اف ويز كومبليت هارت بلوك اللي هي الاي اف الريجولار، مش احنا قلنا الاي اف لما يجي ريجولار يبقى كومبليت هارت بلوك، يا اما انها اسكيب ايديو فينتريكولار ريزم، والاجابتين صح. طيب هات اللي بعده. عيب عليك، اللي ما يشخصش دي يبقى يستاهل اجرا له فلاتر 2 لـ 1 3 لـ 1 4 لـ 1 2 لـ 1 4 لـ 1 2 لـ 1 4 لـ 1 2 لـ 1. اشهر حاجه اللي بتمشي 2 لواحد و4 لواحد دي، دي اترال فلاتر ويز فاريبل بلوك. شوف الفلاتر ويف هنا شكلها عامل ازاي. طب هنا ليه شكلها مختلف عن هنا؟ لان ده ليد وده ليد، هو انا مصورك من زاويتين هيطلع نفس الشكل؟ فلاتر ويز فاريبل بلوك. هنا البيس ميكر جانكشن مفيش بيهات خالص اهو، والريت مربع 2 3 وشويه، يعني نقدر نقول نورمال ريت مربع 2 3 بالظبط، يعني 100 يعني نورمال ريت. يبقى طب احنا قلنا الجنكشن سريعه تبقى سوبرا، بطيئه تبقى اسكيب، نورمال اكسلريتد دي اكسلريتد جنكشنال ريزم. طب الكومبلكس مقلوب ليه؟ انت في اي في ار يا عم، اي في ار اهو. طب هات 180، ده سبايك، ده في واحد خلي بالك مش ده منظر الليفت بندل في في واحد كيو اس اهي، بس قبلها سبايك، تبقى فينتريكولار
بيس ميكر. لو قبل البي ويف في سبايك تانية يبقى دول تشامبر. شوف انت ماشي فينتريكولار بيس ميكر اهو. ايه دي بقى؟ هي من اول وهله تبان ترصد بواق، لكن الجزء ده مش كومبلكسات، دي مش كومبلكسات، يبقى غالبا دي في اف. طبعا دي خطره جدا، ما تروحش تنده للدكتور، ده تعمله سي بي ار على طول وتدي له دي سي شوك. دي سبوت دايجنوزس في تاك كومبلكس وايد والتي عكس الاتجاه ومنتظمه وسريعه فينتريكلر تاكيكارد. الله، دي فينتريكولار ابتدى اترال فلاتر. هتقولي بقى ازاي الكلام ده؟ الكومبلكسات فوق اهي مظبوط، انساها خالص. امشي معايا بقى بالرسمه، ادي فلاتر ويف نازله طالعه نازله طالعه طالعه نازلة طالعة نازلة طالعة. انسى ان في كومبلكسس، كان فيش كومبلكسس. سوتيس ولا مش سوتيس؟ اهو، لان دي ماكرو رينتري يا جماعه، بتقعد تلف ما بتستناش حد. الكومبلكس يركب في اي حته بقى، فالكومبلكس يختار يركب هنا، هو حر. المهم ان انا عندي واحده والثانيه مركوبه، واحدة والتانية مركوبة، يبقى فلاتر اتنين لواحد. ايه رأيك بقى في الحلاوة دي؟ بيقول لك what two abnormalities are present here. اولا البيس ميكر هنا جانكشن بمقلوبة هيفريد اتنين، عد الريت، تعال نشوف. مربع اتنين تلاتة اربعة، دريت 75 بالظبط، يعني نورمال. طب ما انت عارف ان الجانكشنال سريعة تبقى سوبرا، بطيئة تبقى سكيب، نورمال زي دي اكسلريتد، يبقى ده اكسلريتد جانكشنال ريزم. ادي اول ابنورمالتي يا سيدي. تاني ابنورمالتي ايه؟ في اس تي اليفيشن. سي اس تي اليفيشن دي شكلها غريب، هوريزونتال كده، عاملة زي بتاعت البريكاردايتس. انا ما اقدرش احكم اذا كانت دي انفاركشن ولا لا، لازم اشوفها متكرره في تو ليدز ورا بعض ولا لا. فانا متهيألي انها بريكاردايتس، لكن اس تي الابنورمالتي ما تقولش بريكاردايتس ولا انفاركشن ولا حاجه من دي، تقول اس تي اليفيشن وتسكت، ان انت عشان تحكم لازم تشوفها ان تو سكسيسيف ليدز ان ذا سيم وول. يقول لك دي واحده عندها 50 سنه كويس، بتشتكي من بالبيتيشنز اثناء ما عملوا لها الهولتر مونيتورنج. عارفين الهولتر مونيتورنج ده ايه؟ 24 اور اي سي جي، بتركب جهاز كده اول ما تجيلك الاتاك تدوس على الزرار. هتقول لي يا دكتور طب ما انا كده مش هلحق الاتاك من اولها، انا هستنى لما الاتاك تيجي وادوس على الزرار. ادوس على الزرار ليه؟ عشان اسجل الاتاك. هقول لك لا، ما انت مش واخد بالك، الجهاز ده بيسجل 24 ساعه وبعدين بيمسح كل اللي سجله ما عدا اخر خمس دقائق. مجرد ما تدوس على الزرار يمسح كله، مجرد ما تدوس على الزرار يبطل يمسح. فهتلاقي دايما اخر خمس دقائق مش ممسوحين، فالانص بتاع الاتاك يبان. ده الهولتر ووز بينج اوبتين وات الريزم از شون. ده هنشوف ساينس 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 اتريال اتريال جانكشنال. يبقى اقول عليها ايه دي؟ اقول عليها دول اتريال ودي الثالثه، ورجعت ساينس تاني ساينس تاني ساينس تاني ساينس تاني. لما يجي ثلاثه ورا بعض كده كونسكيوتيف اكتوبيك، دول يقول عليهم ايه؟ باروكسيزمال تاكيكارديا. طب طالما هي اتريال وجانكشنال نقول عليها ايه؟ باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. عارفين دي ودي زي بعض، دي مختلفه، كان ناقصني واحده كمان مختلفه عشان اقول مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا.
النفسي فيها لكن ما جاتش معلش، يبقى تقول عليها ايه؟ نون سستيند باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارد. نزل الكلام.